عبر كاميرا الراي أفرغت تهاني المصدومة بردة فعل الشارع الكويتي، ما في جعبتها معربة عن احترامها الكامل لتقاليد وعادات المجتمع الكويتي، والتي كانت مبعث ردة فعل وانتقاد إزاء ظهورها خلال المشاركة بفعاليات بطولة دبي الشاطئية لكمال الأجسام وانتشار مقاطع فيديو لاستعراضها. الراي حاور تهاني ونقل وجهة نظرها في مشاركة المرأة في البطولات العالمية من خلال هذه الرياضة، كما عبرت تهاني عن أملها بأن تحظى بدعم وتشجيع المجتمع، خاصة وأنها لم تنل أي تصنيف في هذه البطولة وهي بصدد التخطيط لمشاركات أخرى. أنا أشوف أنها فعلا يعني أنا يعني اخترقت يعني العادات والتقاليد وأنا احترم مجتمعي، لكن هالشيء هذا يعني حاب أنه ياخذ له وقت على أن الناس أنها تاخذ يعني على هاللعبة هذه أنها تجتاحها المرأة وتنها تدخل فيها المرأة، بس أنه يبي لهم صبر شوية وأنه يشوفون أنه في قوانين يمكن جديدة يمكن يشتركون فيها البنات عادي، كافي عندنا احنا بطلات كروسفيت في كذا جهة يعني، ف هم بعد خذوا هجوم وايد مو طبيعي، فإن شاء الله بإذن الله من المستقبل إن شاء الله نشوف شيء حلو. كل شيء له يعني له بداية وردة فعل، فالمجتمع يعني عندك أنت متحفظ وايد، وأنا صراحة يعني احترم هالتحفظ هذا، لكن هذه هوايتي وأنا ما سويتها يعني عشان الكل إنه يقلدني، حتى أبطال اللعبة هم بعد يتقيدون باللبس اللي هو معروض عليهم، فأنت مستحيل إنك تكسر القاعدة وإنك تلبس أنت لبس. أنا تقريبا صار لي الحين 13 سنة قاعد ألعب حديد، وكان مفروض اني انزل على ستيج من 4 سنوات، بس يعني ما حالفني الحظ اني اعرف شلون الطريقة، فالحمد لله الحين عرفت انا شلون الطريقة، فاتمنى منكم الدعم وانكم ما ان تقعدون تكسرون فيني. اكيد راح اشارك ببطولات اخرى وما راح تكون هذه اخر بطولة راح اشارك فيها باذن الله. انا اشوف اقبال البنات انه وايد وايد يحبون الحديد، يعني مستحيل بنية انها ما تروح تشترك بنادي علشان انها تجرب اجواء الحديد، ومن جرب اصلا اجواء الحديد ما راح يتركها، لان اول شيء تلاقين لها رفيجات يدد، ناس يدد، اجواء جديدة، نفسيتها تتعدل، حتى ضغوط الدوام حتى تروح منها، ضغوط الدنيا كلها قاعد تروح منها هي قاعدة بس قاعدة تلعب حديد. تهاني أكدت تفهمها لطبيعة المجتمع، وللمجتمع يبقى الرأي الفصل.